فستاني اتقطع، الاطلاله اتقطعت. يعني كنا محضرين انا واحمد عبد الله الفستان الختام، وللاسف قبل ما انزل دلوقتي حصل حاجات في الدريس فما ينفعش يتلبس. فالحمد لله انا معايا سبير، يعني الحمد لله انا معايا فستان زياده. وقعدت مدام سلوى خطاب تطبطب يعني خاطري، ما كنتش نازله بس لازم انزل لاني عضو لجنه التحكيم، وما كنتش نازله ودخلت قالت لي لا ما ينفعش، ولبست بقى الفستان ده. الحمد لله انه معايا فستان تاني، عمري ما عملت حسابي، يعني هم محظوظين جدا، يعني دايما معايا الافتتاح، معايا الختامه ومعايا الافتتاح لو هقدر افتتاح، لكن الحمد لله انا عملت حسابي. عمري في حياتي ما حصل لي الموقف ده، اول مره في حياتي يحصل لي. سعيده جدا ان انا ممكن ادي صوتي لحد موهوب ومجتهد وحاول واخرج ومثل، وهو اللي اول مره بيعمل كل الحاجات دي. مبسوطه جدا ان في فرص بنديها للشباب، وبنديهم فرصه ان هم ممكن نقول لهم ايوه طبعا اهلا بيكم. عايزه اقول لك ان شفنا 8 افلام، الثمانيه مختلفين عن بعض، كان في ولاد برضو. في النهارده هنقدم 3 جوائز، يا ريت كانوا كلهم الثمانيه. انا كنت بتمنى وقلت لمدام عزه يعني في غير الثلاثه اللي اخترناهم كمان. بص يعني انا بشوف ان المهرجان فيه حميميه كده، يعني بص لقى كل المجموعه مختلفه وبيفكروا بطريقه واحده، ويعني الدنيا سلسه وبسيطه كده، يعني كل حاجة ماشية حلوة، يعني منظمة ومهرجان بسيط والحياة فيه بسيطة، وعن المرأة فأي حاجة بتخص المرأة بتبقى بسيطة. أنا ما بحبش الخصوصية، يعني مش هقول ده مهرجان للمرأة وده مهرجان للرجل، لكن برضو لما تبقى فيه إنك أنت تشوف إن فيه مخرجات عندهم فكر فني عايزين يقدموه، يعني برضو دي حاجة حلوة جدا. اشتقنا يكون عندنا مخرجات، وبقى منتشرة بقى في العالم كله في مخرجات عظام يعني، واحنا عندنا مخرجات بس برضو مش كفاية. انا عن نفسي بيشغلني المجتمع كله، ما بيشغلنيش طرف فيه، يعني ما بيشغلنيش الراجل، ما بيشغلنيش الطفل، كلها حاجات تخص المجتمع. انا يهمني الأسرة، انا يهمني الحياة الاجتماعية اللي بين الناس. يعني بالنسبة للدراما التلفزيونية يمكن في السينما ممكن يبقى فيه حاجة ممكن تقولها، نوع معين من الفكر السينمائي عايز تقدمه، لكن الدراما التلفزيونية عادة حتى تربينا كلنا دي دراما اجتماعية، انت بتتعلق بالعيلة دي، بتبقى عايز تعرف ايه اللي حصل، دول جرى لهم ايه، ده جرى له ايه، يعني دي كلها تقدر تطلع منها مليون قضية لو انت عايز. اتمنى ان السينما ترجع بس زي زمان كده، ما كانت بتحترم الجمهور وتحترم انه ده تاريخ هيقعد، وان الشريط السينمائي ده يعني قيمة يفضل موجود طول الوقت يعني. بس يعني حضرتك لنا بنعمل حاجات كتيرة. لا المرأة عموما مش مظلومة، هي مظلومة من ناحية ان المجتمع مش بيساعدها زي ما مش بيساعد الراجل، زي ما يعني قصدي ضغوط عليها، يعني هي اللي بتمشي البيت وهي اللي بتعمل يعني الحياة كلها المرأة، فمن حقها حتى انها ما بتعرفش تستمتع. يعني حبيبنا سمير صبري يا رب يشفيه يا رب، وهو راجل طيب ومحترم وكان دايما بيساعد كل الناس، فيا رب اللي هو عمله يعني ان شاء الله يقعد له، والناس كلها بتحبه وبتدعي له، ويا رب يرجع لنا تاني احسن كمان. يعني انا عندي مسلسل ايام بس ما افتكرش في رمضان حاضر اعمل حاجه، لانه يعني ما توفقتش اني الاقي حاجه ممكن تعجبني.